أخبار اليوم. أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم، حلقة جديدة من شارع الصحافة، ومعنا في هذا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد هاشم نائب رئيس تحرير أخبار حوادث يطالعنا ويقول لنا ما هي هذه العناوين والأخبار. أهلا بحضرتك أستاذ. حضرتك أنتم في هذا الأسبوع تفجرون قضية مهمة وجريمة يعني كبيرة في الغربية، ألا وهي المرأة التي قتلت الكثير من أسرتها وأسرة زوجها. حضرتك ممكن تقول لنا إيه العناوين الأخرى برضو جنبها؟ بالطبع هي ممكن تكون الحاجة الجريمة دي هي من أكبر الجرائم اللي حصلت الأسبوع ده وعلى مستوى رمضان. طبعا أنت عارف شهر رمضان الجرائم بتقل شوية، وفي يعني بعض الموضوعات إن إحنا بنقدر إن إحنا يعني نخش فيها، لكن الجريمة دي كانت طبعا من أكبر الجرائم اللي حصلت خلال الشهر الكريم. دي امرأة كانت قبل كده متجوزة قتلت جوزها، كان هو الراجل متجوزها حطته سم في الأكل، بعد حوالي أسبوع من الجوازة اتحبست وخلصت مدتها القانونية بتاعتها وخرجت اتجوزت واحد تاني برضك ما اتفقتش معاها بسبب مشاكل ما بينها وبين حماتها. بدات ان هي عاوزه تتخلص من حماتها الاول، كان حماتها بدات ان هي عرفت ان هي عاوزه تتخلص منها من خلال المكالمه التليفونيه بينها وبين صديقتها، حذرت جوزها فحصلت ما بينهم مشاجره هما ما هي والزوجه القاتله دي وحماتها، انتهت في النهايه لان هي جابت سكينه وقتلت حماتها، وبعد كده جوزها دخل عليها راحت برضك قتلته بالسكينه وخدت بعضها وهربت، الا ان تحريات الرجال المباحث نجحت ان هي تستطيع ان هم تقبض عليهم، واعترفت الست ان هي قتلت حماتها وقتلت جوزها بسبب برضك خلافات ما بينهم وبين بعضهم. هي المرأة فعل قتلت زوجها في البحيرة، دي تعتبر أشد جريمة كان حصلت خلال الأسبوع اللي فات ده. طبعا تفاصيل أكتر هنلاقيها على صفحات أخبار الحوادث. برضو هناك عندك أربع مشاهد في محاكمة هشام جنينة. طبعا من الحاجات المهمة طبعا اللي بتشد القراء في الأيام اللي فاتت دي مستشار هشام جنينة رئيس مجلس القوة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. مستشار هشام جنينة طبعا بعد عزله من منصبه بدأت القضايا تتراكم عليه، هو آخر جلسة تعتبر بس الجديد اللي حصل الأسبوع ده إن هو آخر جلسة ما حضرش خوفا من الحبس، وطبعا إنه ما ظهرش خوفا من إن هو يعني يتم حبسه في القضية نفسها في نفس وقت المحاكمة، فبدأ الرجل ما حضرش المحاكمة بتاعته وطبعا ما صدرش حكم ضده، ولكن الأيام الجاية ممكن تحمل برضك مفاجآت كتيرة هنشوف تفاصيلها على جريدة أخبار الحوادث. طبعا في تفاصيل أكثر وفي أخبار أكثر في أخبار الحوادث. لا الانتخابات عندنا في انتخابات طبعا نادي القضاء بدأت إن هي بدأت تشد شوية إن هي بعد طبعا المستشار أحمد الزند ده انتخابات نادي القضاء. انتخابات نادي القضاء بعد خروج المستشار احمد الزند من نادي القضاء وتعيين وزير العدل واقالته بدات المستشار طبعا الانتخابات بدات تشد شويه، حتى ممكن احنا ممكن نشوف على صفحات الجريده المستشار طبعا عبد الله فتحي هو الموجود حاليا رئيس نادي القضاء بدات ان هو ينزل قصاده برضك بعض المرشحين، انما هي في النهايه طبعا هتبقى انتخابات نزيهه وبنثق طبعا في القضاء بتاعنا وربنا يولي من يصل. حضرتك واخيرا في المرأة تطالب بوقف اعدام حلقات رامز جلال. دي طبعا كل المشاهدين في رمضان بيشوفوا موضوع رامز جلال ده، كان في بنت كان عندها مشكلة كده كانت محروقة، شافت البتاع ده نفسيتها تعبت شوية، شافت موضوع رامز جلال وبيقول لك بعض الفاظه اللي بتخلي الناس يعني أثرتها هي في نفسيتها، قررت انها ترفع قضيه عليه لان هي برضك عندها مجموعه من حروق في وشها وعندها يعني مشكله، هي خدتها بشكل تاني ورفعت قضيه عليه لان هو طبعا البرنامج يعني عليه شويه مشاكل شويه. اذا حضرتك في كثير من الاخبار والعناوين التي تصدر بها هذه الاخبار الحوادث الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تابعونا على صفحات اخبار الحوادث الاسبوع ده ان شاء الله. في النهايه نشكر الكاتب الصحفي الاستاذ محمد هاشم نائب رئيس تحرير اخبار الحوادث. شكرا يا فندم.